أهلا أحبائنا مشاهدينا في هذه الحلقة، منكمل حديثنا عن علم الآثار وعلم النقوش. وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن أسماء كثيرة اللي ذكرت واللي اكتشفت أيضا. أنا بحييكم في هذه الحلقة وأصلي من كل قلبي أن تكون سبب بركة لحياتك. ويمكن عشان تأخذ فكرة أوسع، أنا كتير بنصحك أنك ترجع للحلقات الماضية تشوف علم الآثار والنقوش في العهد القديم والحلقة اللي مضت في العهد الجديد، حتى يكون عندك الفكرة الأوسع والأشمل لهذا الموضوع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. علم الآثار وعلم النقوش. أهلا أحبائنا مشاهدينا، ما زلنا في هذه الحلقة بنستكمل الحديث عن الآثار والنقوش في العهد الجديد، ومعانا ضيف الحلقة دكتور مكرم مشرقي. دكتور مكرم هو خادم الرب، خادم الإنجيل في البلاد عنا، هو من الجليل الأعلى. وطبعا أخوي مكرم هو متخصص في هذا الموضوع، متخصص بخلفيات الكتاب والنصوص المسيحية واليهودية والإسلامية، متخصص بالخلفيات الحضارية، وعمل عدة كتب، أكثر من 20 كتاب في اللغات الموجودة عندنا، اللغة العبرية والعربية واللغة الإنجليزية، وطبعا كاتب أكثر من 100 مقال. فهو الشخص المتخصص للموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. اخ مكرم، اهلا وسهلا فيك مره تانية. اهلين فيك أستاذ نزار، مبسوط اكون معك ورحب في كل المشاهدين. شرف كبير لنا اخ مكرم، وانا بشكرك من اجل وقتك وتعب محبتك. اخ مكرم، احنا حكينا عن نفس الموضوع في العهد القديم وفي حلقه سابقه عن العهد الجديد، وذكرت لنا عن الكتابات اليهودية والمخطوطات القديمة، وأنهينا الحلقة في البرديات. وقبل ما ندخل في الأسماء، إذا ممكن لو تعطينا هيك دقيقة دقيقتين تستجمع الفكرة اللي حكيت عنها في الحلقة اللي مضت. أمين. حكينا في الحلقة الأولى في هذا الموضوع كانت عن الكتابات، حكينا عن الفترة ما بين العهدين، الكتابات اللي كتبت فيها، الكتابات اليهودية، ذكرنا الكتابات الخارجية، أسفار الأبوكريفة، ذكرنا الكتابات اليهودية ابتداء من المشناة، التوسفتا، التلمود الأورشليمي، التلمود البابلي، الكتابات المدراشية، مدراش الهلخاء ومدراش الأجداء، وكل الكتابات اللي وجدت في قمران، وتحدثنا عن الكتابات قمران بالتفصيل، وحكينا عنها أنها موجود فيها تقريبا كل العهد القديم بالعبري وبلغات أخرى. وبعدين شوي بدينا عن موضوع الوثائق أو مخطوطات العهد الجديد الأولى. طبعا هذا موضوع كتير كبير، لكن احنا مجرد لمسناه ابتداء من أقدم المخطوطات أو القصائص، يعني القصيص، الشقف الصغيرة من البردي اللي بتبعدش عن زمن الكتاب الأصلي أكثر من 20-30 سنة. واستعرضنا بعضها يعني حتى يشوف القارئ السامع المشاهد قديش مصداقية هاي الكتابة حتى من نظر العلمية البحثي. ورح نستكمل الحديث أخ مكرم، وخلينا أقول لأحبائنا المشاهدين، الأخ مكرم عم بيعطينا مذاق، ولكن بسبب الحلقات ويعني مدتها فأنا حاطط عليه ضغط أنه نسرع،
ولكن بالحقيقة أنه كل موضوع من اللي بيذكر بشكل سريع صراحة بيتطلب إلى حلقة، وأنا هيك عندي أمل في المستقبل أنه كل يعني حلقة أو كل موضوع أنه تتعمل في جزئيات حتى تكون سلسلة متكاملة بتوضيح أكثر. راح أبتدي أخ مكرم لأنه عندي الباور بوينت مكتوب هنا اسم الناصرة، وعم بقرأ في اللغة العبرية، يعني حتى اللغة العبرية القديمة شكلها واضحة، وأنا شايف يعني كتابات المذكورة في العبري مشمرت رشونا مشمرت شنيا مشمرت شليشيت. إذا ممكن توضح لنا إيه الفكرة من اسم الناصرة في هذا النقش الموجود أمامنا؟ نعم أسيس نزار، يعني إحنا عم نتحدث عن أمور اللي يعني نوعا ما فيها دفاعيات، لأنه اسم الناصر ووجود الناصر يشكك فيه رغم أنه مكتوب في العهد الجديد، فقالوا بما أنه لم تذكر في العهد القديم وهذا حقيقي، ولم تذكر في الكتابات التلمودية، وحتى يوسيفوس ما ذكرها، إذن يعني أنتوا يا مسيحية عم تخترعوا قصة من يعني فكركم أنتوا. الناصر اصلا ما كانتش، واذا ما 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 مترباش يسوع وما ما ما مبشرش فيه، اذا كل القصه يعني مختلفه. لكن سنه 1962 في قيصريه في على شاطئ البحر الابيض المتوسط وجدوا اسم الناصر اللي تفضلت وقريته قدامك في سلسله قطع مكتوب فيها او يعني مسرود فيها مجموعة كبيرة من 24 فرق حراسي كهنوتية اللي نقلوا للجليل من بعد هدم الهيكل سنة 70 ميلادي. فهو بيعد 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 وبعدين بيوصل لهذه الكلمة وبقول هذا كمان الفريق الحراسي الكهنوتي في الناصري، فبكتب كلمة الناصري، ومثل ما شفت أنه قطعة الفخار مكسورة وموجودة في مكان آخر واللي وجدوها باحثين يهود، ففيش عندهم يعني نقول حجة أو يعني رغبة أنه يثبتوا هذا الشيء، وإنه موجود. علشان هيك بيّن النقش أنه لا، الناصرة موجودة، وإن كان يعني يجدر أنه إحنا نذكر أنه كانت واضح أنه كانت ما بين يعني 200 ل 300 شخص، ممكن 400 شخص، يعني قرية صغيرة بيهبط يعني في هيك جنب القرية المدينة الكبيرة اللي هي سيبوري أو صفوري اللي بنعرفها. أخ مكرم، يعني أنا عم بقرأ وانت بتتكلم عم بقرأ الأسماء اللي هي من مشمرة رشنا لحديت مشمرة 24 ل 24، هاي الفرق الكهنوتية اللي مذكورة من أيام داود وتنظمت في أيام سليمان، اللي هذه الفرق اللي هي بتاخذ شيفتس يعني دوريات لخدمة الهيكل. وكان عندي بصراحة حب الاستطلاع لأنه في العهد الجديد بيتكلم عن زكريا ابن أبية، فعم بطلع هون في الحراسة رقم 8 مشمارة شمينيت عم بقرأ اسم أبية، وهذا طبعا لفت انتباهي هذا الاسم لكل الحراسات الأربع وعشرين الموجودة طبعا في خدمة الهيكل. إذا ممكن تتوسع أكثر في الموضوع. طبعا يعني فرقة أبية اللي كان ينتمي لها الكاهن زكريا اللي مكتوب بوضوح في إنجيل لوقا هي الفرقة الثامنة، لكن في هذاك الوقت كانت هي الفرق موجودة كعائلات كهنوتية، يرجح أنه 12 منها كان ساكن في أورشليم و12 منها كان ساكن في أريحة، ويعني يخدموا الهيكل وكانوا يخدموا الهيكل كل واحد منهم أسبوع لحد ما تنتهي الـ 24 أسبوع، يرجعوا كمان أسبوع وهيك يتمموا السنة يعني أسبوع لكل فرق. لكن هون ما بعد سقوط أورشليم انتقلوا اليهود بجملتهم لمنطقة الجليل،
فعملوا فرق كهنوتية، حراسة كهنوتية، ما كان في هيكل، وإنما يعني أشياء أمور دينية طقسية حتى يحافظوا على كينونتهم، على وجودهم في الجليل، ويعني بما يشابه اللي مكتوب في العهد القديم في في يعني في زمن وجود الهيكل قائم في أورشليم. وكاتب برضو يعني في الباوربوينت، في ورجيتنا هيك حجر مكتوب عليه نقش الناصرة، إذا ممكن توضح لنا أكثر هذا النقش. يعني عم بحاول أقرأ بس الكتابات مكتوب بتهيألي في اللغة اليونانية بس مش واضح كتير. نعم، هذا النقش نقش يعني من النقوش المكتوبة وجدت في الناصري، فإذا الناصري كانت موجودة. هذا النقش بيسموه نقش الناصري لأنه وجد في الناصري واكتشف في يعني القرن ال 19، وعلى هذا الأساس يعني هو كمان دقيق جدا، هو يعني موثوق، وانتقل من إيد لإيد. ولما فحصوا قروه اكتشفوا إنه بيحكي عن شغلة اللي كانت ربما متداولة في ما بين اليهود، على أساس إنه اليهود قالهم يعني قادة اليهود قالوا لهم يعني أشاعوا إنه تلاميذ يسوع سرقوا الجسد، وقال لهم إحنا من رضيكو علشان ما يخدوش عقوبة الإعدام اللي كانت في ذاك الوقت. لكن يعني بما إنه هذا الموضوع تداولوا وصاروا يقولوا هذا الكلام، يظهر إنه القيصر الكلوديوس اللي كان في سنة 41 ل 54 ميلادي عمل مرسوم قيصري بيقول بالتحديد إنه كان واحد إسرائيل، والظاهر إنه عم بيهدف لليهود على أساس يوضح لهم إنه يعني المؤامرة اللي كانت بزمن المسيح إحنا وصلتني، بعرف شو عملت، إنه أي شخص إسرائيلي بمعنى يهود يقبض عليه وهو ينقل جثث من القبور العائلية، وخصوصا هاي القبور اللي عليها ختم الدولة، يعني ختم الإمبراطورية الرومانية، عقوبته هي الإعدام. وهيك بهذا الشكل بنسمع، وكأنه صدى على قصة قيامة المسيح اللي حاولوا اليهود يعني يختلقوا لها مبرر ليش اختفى هذا الشخص من قبره. أيوة، وطبعا يعني اليهود ادعوا انه الجسد اتسرق، وانه الكتابات في نفس المرحلة وخدمة التلاميذ كانت واضحة جدا انه صمت الاعداء هو اكبر دليل على قيامة يسوع المسيح. نعم. اخ مكرم، خليني اقرأ من انجيل متى اصحاح 23. الرب يسوع بيتكلم: حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوا، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. فلاحظت في الكلام على كرسي موسى، وهون طبعا في الباوربوينت بتتكلم عن اكتشاف آخر لكرسي موسى. تفضل أخ مكرم. نعم، هذا هو يعني قطعة أثاث، طبعا هي حجرية لكن تعد قطعة أثاث ثابتة في المجمع أو الكنيس، وهو مقعد حجري يعني مصمم بشكل خاص، وكانوا الاسم الدارج له، طبعا احنا بنقول له كرسي موسى بالعربي، كانوا يقولوا له بالأرامي كاتدرا دي موشي، الكرسي موسى بالأرامي. وهذا الكرسي بالذات اللي عرضناه موجود او وجد في مجمع كرازين في الجليل، وعنده مسند للظهر، يعني مبين انه في قاعده عليه وبنعرف عرضه وطوله موجود.
وحتى مكتوب عليه مين اللي عمله، أنفق عليه يوداً ابن إسماعيل. يعني فهذا يعني تثبيت إنه كتبوا الفارسيين كانوا يقعدوا على مقعد معين اللي فيه منه كمان يستمدوا هاي السلطة، أو السلطان الكهنوتي أو السلطان الديني، ووبخهم المسيح في هاي الكلمات اللي تفضلت أنت وريت. بتهيألي اللي يعني من فترة زمنية عملت حلقة في كورازين ورجيت هذا المقعد من الحجر البازلتي، الحجر الأسود، وشيء جميل أنه موجود حتى يومنا هذا. وفي طبعا في مجامع أخرى في الجليل، ولكن تقريبا يعني باهتي مثل مجمع كفر نحوم في على الطرف، ولكن من القرن الرابع أو الخامس ميلادي فوق المجمع الأصلي. كرسي موسى يعني اكتشفوه هذا. طبعا الأسماء المذكورة في الكتاب أخ مكرم بتأكد، والاكتشافات بتأكد هذه الاكتشافات. خلينا نروح لأغسطس قيصر. طبعا بشرط لوقا بيتكلم عن ميلاد المسيح وأنه كان في فترة أغسطس قيصر الإمبراطور الروماني. إذا ممكن يعني تحكي لنا شوي أكثر عن أغسطس. طيب، هاي مجموعة أسيس نزار، مجموعة من العملات اللي اكتشفت في أماكن مختلفة، ولكن يعني الكتابة اللاتينية اللي عليها بتأكد، يعني مثل ما لهم مرة الرب يسوع يعني لما اجي يقولوا له نعطي ام لا نعطي يعني الجزية، قال لهم اروني معاملات الجزية فاروا دينارا، وقال لهم هذا التعبير لمن الصورة والكتاب. وإن كان بتلاحظ في هاي الصورة أو في هاي العملة إنه في صورة وفي كتابة. هذا الصورة الأولى أو العملة الأولى لأغسطس قيصر اللي كان من 27 قبل الميلاد إلى 14 ميلادي. إذن هذا كان اللي كان في زمن ولادة ونشأة الرب يسوع. إذا بتسمح لي أكمل كمان أطلع يعني في بعدها كمان عملة تانية عن طيباريوس اللي كان في زمن يعني شباب وصلب الرب يسوع تبارك اسمه. وبرضو هاي العملة اللي قال لهم أروني دينار، هاي العملة الدينار تبعت طيباريوس. وفي هاي العملة مكتوب عليها بشكل واضح، يعني إن كان حدا بحب يراجع ولا أنا يطلع عليها، أسماءهم وألقابهم الإلهية، يعني إذا إنجاز التعبير، لأنهم كانوا يعتبروا أنفسهم آلهة. يعني كان بتحب كمان أكمل على كمل يعني اللي بعدها. هو انترستنج، كمل عشان يعني تقريبا كلها بنفس الفترة. حكيت عن أغسطس وبعدين طيباريوس، وبهاي الفترة اللي كان فيها طفولة يسوع وشباب يسوع إلى صلب المسيح. ولكن بالمرحلة الأولى في كان هيرودس الكبير طفولة يسوع المسيح أو ولادة يسوع. العملة الثالثة هي عملة هيرودس، ويعني كان معروف أنه هيرودس بيطبع أو بيسك النقود أو يعني العملات الفضية اللي كانت تسمى الشاقل الصوري في صور، وبعدين صار يسكها في أورشليم على أساس أنه يعني بده يكون له السلطة على سك أو صك النقود. فهاي من العملات اللي هو صكها هيرودس الكبير، هيرودس يعني الباني، هيرودس الملك كيف بيسموه اليهود. طبعا من بعدها في كمان عملة يعني اللي هو عملة نحاسية مكتوب عليها بالنقش العبري. حضرتك بتعرف كمان عبري، فبتقدر تقرأ بشكل مكتوب واضح كلمة يروشاليم. يروشاليم مش لايم. نعم، لأنه أحيانا بيحطوا اليود بصور يروشاليم، ولكن كثير أحيان في الكتاب المقدس برضو كانت تستعمل كلمة يروشاليم، وهي نفس المعنى، يعني امتلاك السلام، يرو وشاليم مع بعض بشكل جميل. العملة من سنة يعني 100 ميلادية، وكأنه يعني انهدمت أورشليم، ولكن بعد أورشليم في قلبنا كيهود يعني متغربين، فبنقدر نفهم حنينهم
حتى من خلال الكتابات أو النقوش على العملة. وحتى يعني خليني أرجع لها كمان، النقوش مثل البلح أو العنب أو التين أو الكرمي، كل هذه أو الرمان، كل نقوش يهودية بتشوفها حتى في حجارة المجمع في كفر نحوم. طيب نعم بعديها، وهذا موضوع very interesting يعني شيق، اللي هو أول مرة على فكرة بعرف الكلمة العربية اسمها النواويس، احنا بنقولها المعظمة، الأشورز، صناديق عظام الموتى، فهي كلمة جديدة عم بتعلمها، النواويس. تفضل أخ مكرم. نعم، ناووس أو نواويس، هو ناووس وجمعه نواويس، هو صندوق العظام الصغير. ففي فترة الهيكل الثاني لما كان يتوفى شخص كان الجسد يوضع في يعني على مسطح أو في مقبرة أو يوضع في تابوت معين، كان له برضو اسم ساركوفاغوس، يعني ساركس يعني جسد باليوناني، وفاغوي يعني يأكل. فهذا التابوت وكأنه يأكل الجسد، يتآكل الجسد خلال سنة، ولما بيتحلل الأنسجة واللحم وبيضل بس العظم، بيأخذوا العظام في هذا التقليد اللي بيسموه تقليد مهم، اللي بيسموه الدفن الثاني، اللي بنسمع عنه يعني لمحة بالعهد الجديد، بس يعني بيكون شيء عائلي، لازم الابن الكبير اللي يكون موجود فيه، وبينقل عظام الوالد من الصندوق الكبير، من التابوت الكبير للتابوت الصغير الناووس. وهذا طبعا الناووس او التابوت حسب قيمة الشخص، يعني ان كان كيف رح نشوف هسه، ان كان الشخص شهير فبيكون التابوت تبعه محفور ومزين ومزخرف، لكن لابد انه حتى لو كان ابسط الناس يكون مكتوب اسمه. وكان في هذيك الفتره يسمى الاسم واسم الاب، يعني فلان ابن فلان، وهيك كانوا يعرفوا العائله، يعني الشخص في عائله. الجدير بالذكر اخ مكرم انه هاي العاده كانت تمارس فقط أول 100 سنة يعني الميلادي، كانوا بيدفنوا الإنسان بعد سنة بياخدوا الرفات، أطول عظمة اللي هي عظمة الفخذ حسب طولها بيعملوا المعظمة أو الناووس، يعني هاي الكلمة الجديدة اللي اتعلمته. على فكرة اللي بيروح بزور الأراضي المقدسة، لما بتزور كنيسة الدمعة يعني وين المسيح بكى على أورشليم، في مجموعة من هذه النواويس ممكن تشوفها في نفس المكان. تفضل أخ مكرم كمل. صحيح. يعني أنا بدي أستعرض بعض النواويس، بعض الصناديق الصغيرة، بس لاحظوا مثلا في عندي اسمه ناووس قيافة، شوفوا لاحظ الفن والزخرفة عليه. وإن كان عرفنا أو قدرنا أنه هذا هو يوسف ابن قيافة كيف مكتوب على التابوت، اللي هو على الأغلب يوسف قيافة اللي كان رئيس الكهنة في زمن صلب المسيح. طبعا كان يعني إن كان هو نفس الشخص هو اللي كان رئيس الكهنة في هذه الفترة، اللي ترأس محاكمة الرب يسوع حسب إلى نجيب، وحسب يعني إحنا مش مخترعين هذا الشيء، لكن حسب المؤرخ يوسيفوس بيقول إنه اسمه كان يوسف قيافة. وبذكر قديش الفترة أنه قعد قديش من 18 ل 36 ميلادية، وكانت عائلته معروفة، عائلة قيافة، مثل يعني ما كان أبناء هيرودس الهرادسي، هيرودس انتباس وأرخيلاوس وإلى آخره. وطبعا هذا موجود يعني في متحف إسرائيل الضخم، في يعني أنا شفته قبل أسبوعين ثلاثة، فبعده موجود. أيوة، في كمان ناووس ثاني كمان عليه أثيرت قصة، مع أنه مثل ما تفضلت في آلاف اكتشف وموجود منه بكثرة، لكن هذا الناووس مكتوب عليه بالأرامي، مكتوب عليه تعبير غريب، مكتوب عليه يعقوب باريوسي أخبي ديشوع.
يعني بالعربي يعقوب بار يوسف، يعقوب ابن يوسف، أخبي يعني أخو يسوع أو يشوع. ومن هذا يعقوب اللي أبوه اسمه يوسف وأخوه اسمه يشوع، ممكن كتير يكون يعقوب المعروف لنا أنه هو الرسول يعقوب الخادم المبارك، لأنه في تحديد يعني في ابن مين وزيادي أخو مين، ظاهر أنه أخوه كان مشهور. فهاي واحدة من الأشياء الجميلة اللي كمان وجدت في أورشليم، وبيوضح طبعا حسب الفحص أنه كمان يعود للقرن الأول ميلاد. أيوة أنا عم بقرأ الكلمات. نعم. في العبراني هي بار الكلمة القديمة، يعقوب بار يوسف. نعم. أحيف يشوع، أحفي دي يشوع، دي يشوع. يعني مثل أخو ال يسوع، شيل مثل كلمة شيل في العبري، يعني أخو ال يسوع، لا يسوع، أخو لا يسوع. أوكي. بالأرام. مثلا الناموس اللي بعده مثلا اسكندر ابن سيمون مكتوب عليه كمان بعد كمان باليوناني كمان. لكن إن كان بنلاحظ مثلا اسمه اسكندر ابن سيمون، وفي عندنا سيمون أو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس. أيوة. وروفوس حسب مرقس 15، لربما هذا الشخص هو يعني ابن سمعان القيرواني. اللي حمل الصليب عن الرب يسوع فترة صغيرة، وهذا لقوه في كهف يعني للدفن في وادي قدرون، ويعني في الأماكن القديمة جدا في القدس، ووجدوا اكبر يعني العلماء الاثار سكانك اللي يعني اللي اكتشف يعني قمران، وثائق قمران نحمان افيجاد اللي مشهور بابحاثه وحفرياته في القدس. ولقوا مجموعه، وظهر انه قبر عائلي. ومثل ما قلت يعني اسكندر ابن سيمون ممكن يكون اسكندر يعني القيرواني، يعني واللي اصلا من القيروان، ولكن كانوا هون وضلوا هون. نعم. واندفنوا. ايوه اوكي. واللي بعديه كمان شيق، اذا ممكن تشرح اكثر. اللي بعده شيق جدا، لانه نقش بيكتب عن قبر الملك عزية اللي بنعرفه من العهد القديم، او عزريا له اسمين يعني في طريقه اللفظ، مكتوب بالحرف العبري اللي كان مستعمل في زمن المسيح، رغم انه الملك عزية في فترته كان يكتب في العبريه القديمه الباليو هيدو العبري القديم. طيب ليش هيك؟ لانه احنا بنعرف انه عزية كان ابرص، ولما اجوا يدفنوه مع ابائه في 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 حقل المقبره، قالوا هذا أبرص، على الأغلب أنه دفنوه خارج مدينة أسوار أورشليم في عصر المكابيين، بعد 400-500 سنة من وفاته بدأت المدينة تتوسع، ربما في عهد هيرودس كمان. الظاهر أنه لما توسعت كان في حاجة أنه ينقلوا القبور أو النواويس اللي كانت موجودة لأبعد، فعشان يعرفوا مين هذا راحوا كتبوا بالعبري الحديث اللي كان في هذاك الوقت، العبري الكتابي المشنائي اللي كانت في زمن المسيح، هذا اسم مين. ولاحظ انه اللي مكتوب عليه يعني تقرا بشكل واضح في الارامي، وبقول هيك عنه: ها لهون احضرت، الى هنا احضرت عظام عزية ملك يهودا ولا تفتح. ديروا بالكم لا تفتح، يظهر بما انه وبرضه يعني لا تنجس بميت، وبرضه انه هو اصلا يعني كان مات وهو ابرص. فهي شهاده جميله بتربط العهدين بشكل جميل ومش متصنع، يعني ايش انتقل من محل لمحل، والسبب واضح ومعروف. يعني واضحه حتى في اللغه العبريه ملك يهودا، لان عزية كان ملك. صح. يهودا. صح. وطبعا الصفر الثالث فيلو. صحيح. فيلو يفتح. فيلو تفتح، يعني الارامي قريب للعبري ما تفتحش. اوكي. حلو. واو. واللي بعديه طبعا كمان شيق كثير، اللي هو حجر بيلاطس البنطي اللي اكتشف
في قيصاريا. نعم، يعني لما بيجي يقولوا بيشككوا في بيلاطس وبيشككوا في تيباريوس، يعني الحجارة تصرخ، بيروحوا نعم. علماء آثار عم يفحصوا في المسرح المشهور الدائري المعروف في آثار مدينة قيصاريا، بيلاقوا كترة حجرية، بيفحصوا بيلاقوا مكتوب عليها جزء من إهداء من القيصر تيباريوس لا بيلاطس بونتيوس والي اليهودية، البيلاطس البونت يا والي اليهودية. نعم الوالي، يعني بيقول لك مين القيصر ومين الوالي. وبدكش تصدق ما تصدقش، بس هي تفضل الأثر عم تحكي. لا والحجر موجود أخ مكرم، يعني حتى حاطين ريبليكا للحجر اللي اكتشف في اللغة اللاتينية، ما زال موجود في قيصاريا عند نعم. البحر الأبيض المتوسط. نعم الأصلي أعتقد أنه موجود في متحف إسرائيل، لكن كله موجود يعني. نعم وبعديها كمان بتتكلم عن ختم بيلاطس، يعني اطلع عليها قديش جميلة أنه يلاقوا شيء. أنا قبل ما أحكي عنها بس اطلع على صورة الختم، يعني البيضوية مكتوب يعني باليوناني، يعني ابدا من اليمين وانزل يعني بحسب عقارب الساعه، باي يوتا لامدا الفا تاو اوميكرون، يعني بيلاتو يعني لا بيلاطس، يعني في اليوناني القواعد اليونانيه في نهايه في السفكس في نهايه الكلمه، فبيلاتو يعني لا بيلاطس، يعني هذا الختم لا بيلاطس انا حاططها باليوناني برضو. تبتدي في اليمين بالاول حرف الاوكي بعدين للشمال، زي هيك شبه دائري بس باتجاه يعني باتجاه عقارب الساعه. ايوه فبيلاتو يعني لا بيلاطس، وهي طبعا لقوها في محل كمان معروف لحضرتك، واضح انه هو يعني محل موثوق جدا، اللي هو هيروديون اللي بناه هيرودس الاكبر في جنوب شرق بيت لحم. فحصوا طلعوا عليه، لقوا مش بس الاسم موجود، حتى الرمز اللي محطوط عليه وعاء الخمر هذا الديني الطقسي يسموه باللاتيني كراتير، يعني اللي هو يعني بيرمز لرتبة الفرسان عند الرومان. فيظهر انه بيلاطس كان في هاي الرتبة، لانه كان في رتب للحكام، وعلى الأغلب أنه بيلاطس أو واحد من المساعدين كانوا يستعملوه للتوقيع للختم الرسمي تبعهم. يا وانت يعني موضحها في اليوناني بيلاتو في اليوناني يمكن مفهومة أكثر لما يعني وضحتها باليوناني عن الختم، لأنه كانت نعم. قسمين على الختم موجودة يمكن ما تكونش واضحة للناس. هي شكل دائرة، عشان هيك يعني هو نفس الكلمة بس شكل بيضاوي يعني كاتب نعم طبعا. إن كان بنطلع كمان في كمان عملة يعني للملك الحارث الرابع هذا المذكور كمان، وصار مشكلة مع هيرودس أنتيباس، وحطت عملة لإله وزوجته الأولى تشولدو اللي بنعرفها برضو بالاسم. فهذا كان ملك الأنباط يعني برضو يعني بذكر عنه في سفر الأعمال بدون اسم، ولكن في كورنثوس الثانية بيحكي عنه بشكل واضح. في دمشق كان والي الحارث الملك اللي هو أريتس الحارث، هي ترجمة العربية طبعا لنفس الشخص، كان موجود، ويعني صار في مشكلة كبيرة بأنه يعني
لأنه ترك بنته هيرودس أنتيباس، راح تجوز زوجة أخوه فيليبس. هيرودس فيليبوس. وطبعا بنسمع قول المعمدان الرائع، يعني لا 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 يحق لك، يعني لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك وبعده على قيد نعم الحياة. نعم هو صار في مشكلة، وصار في شبه حرب صغيرة بيناتهم، فهذا ختم الشخص نفسه. واو، تفضل أخ مكرم. يعني كل كم واحد مثل ما تفضلت، كل واحد هو قصة، كل واحد بياخذ حلقة، ولكن ما أنا احنا عم مثل ما نختصر ذكرت يعني في البداية فعلا. بالنقش اللي بعده. النقش اللي بعده بعد إذنك هو نقش غليون، اللي يعني كيف شايفين كتابي باليونانية بالحرف الكبير، ويعني وجدوا في ديلفي في اليونان، كتبوا الإمبراطور كلوديوس عن عبادة أبولو الإله الوثني في ديلفي، وبيحكي عن يوليوس غليون صديقي والوالي. وهذا يعني إعلان من كلوديوس قيصر، يعني لما بيعلن عنه كإمبراطور. فبرضو اسم غليون معروف، يعني في أواخر خدمة بولس الرسول لما كان غليون يتولى أخائية في أعمال 18، كيف تصرفوا اليهود مع بولس. وظهر أنه هاي السنة اللي كان يعني موجود فيها هناك بيميز لنا، حتى بحدد لنا يعني بأي سنة كان بولس هون، فبحدد تحديدات جميلة من خلال علم الآثار، يعني بدون ما إحنا نتدخل حتى فيها. يعني استكمل حديثك أخ، يعني الحديث نعم شيق. أكمل عن النقش اللي بعده، النقش ثيودوتوس. نعم. اللي هو يعني كمان يعني نقش وجدوا في القدس وموجود في متحف إسرائيل، وبيذكر اسم ثيودوتوس الكاهن منشئ ورئيس المجمع. هذا الشيء يعني بيوضح لنا فكرة إنه عم يحكي عن مجمع وكنيس، وفيه مكفي اللي ذكرت عنه، المرفق هذا المغطس الطقسي، وغرفة للضيوف لاستقبال الغرباء. ومنتذكر في هذا الكلام اللي ذكر في أعمال الرسل إصحاح 6 وإصحاح 24 بشكل واضح، إنه هذا كان إشي اسمه رئيس المجمع، وخصوصا إنه لما بنحكي عن المجمع يعني اللي هو المجمع أو مجامع مختلفة في أورشليم كانت في ذاك الوقت، واحد منها اسمه مجمع الليبرتيين والقيروانيين. ويظهر إنه يعني كانوا يستضيفوا في الغرباء زي ما بحكي عنه يعني السفر أعمال الرسل إصحاح 6 وإصحاح 24. فهي هاي الأشياء، وكمان لقب رئيس المجمع اللي بيذكره إنجيل مرقس إصحاح 5. فهاي الشغلات يعني بتوضح كلمات. أيوة. بدون ما نقصد كلمات اللي كتبت بالعهد الجديد وهي موثوقة جدا، وهاي النقوش المختلفة، يعني حتى لو الكتابة ما كانت مثلا واضحة، أو يعني مثلا الـ 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 إذا بتسمح لي مثلا اللي بعدها، مثلا نقش الهيكل التحذير، مثلا نقش اللي وجد في 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 قلب الهيكل، كان بتشوف يعني أنا حاطط الحجر وبعدين حاطط صورة مبنى الهيكل لأورشليم، هيكل هيرودس. في هيكل هيرودس إن كان المشاهد بيقدر يشوف معانا الهيكل الداخلي اللي فيه الهيكل، وحواليه في زي سور صغير غير عن السور الكبير اللي بيشمل ساحة الأمم اللي مسموح لهم للكل إنه يدخلوا بعد التطهير. هذا القسم اللي حواليه الحائط هذا الفاصل، هذا هو كان ممنوع فيه الدخول أي إنسان غير يعني يهودي وغير يهودي مختون ومتطهر. أيوة. طيب إحنا كيف بنفهمه بالعهد الجديد؟ في العهد الجديد مثلا في أعمال 21 كان بولس معاه واحد أخ من اسمه تروفيموس الأفسوسي، وفات معاه على الهيكل، وانجنوا اليهود إنه فكروا إنه هو دخل
يعني واحد أممي لداخل الهيكل. طيب شو عرفنا أنه هذا صح؟ لقوا في نقش من القرن ال 19، وبما أنه كانت هاي النقوش يختلف عليها فكانوا الأتراك يأخذوها، فهي موجودة اليوم في متحف إسطنبول. نعم. وهذا النقش مكتوب عليه باليوناني بشكل واضح، ها ممنوع لأي أجنبي يدخل على هذا الحاجز المحيط بالهيكل، وكل واحد يقبض عليه عقوبة الإعدام. فعشان هيك احنا بنفهم، وطبعا في كمان واحد، في كمان صورة اللي يعني لاقوا كمان نفس الكتابة ولكن مكسورة شوي. فاحنا بنقدر نفهم انه الوصف الدقيق في العهد الجديد للهيكل والهيكل الداخلي والشيء اللي بيحكي عنه بولس الرسول حتى روحيا، انه ما بين اليهود وغير اليهود خلص، راح هذا الفاصل، نقض حائط السياج المتوسط هذا اللي كان موجود، ولكن روحيا بعد العداوة. بعد اذنك يعني في افسس 2 آية 14، لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، ده اللي انت بتتكلم عنه، أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائد، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. فإذا هذا الحائط اكتشفوا الحجر وموجود في متحف في تركيا في إسطنبول في نعم. في أيامنا. نعم. تفضل أخ مكرم. هذا من بعدها بنطلع كمان، يعني في نقش اللي هو يسموه نقش هتاف البوق، مكتوب عليه قبل ما يعني ننتقل للكتابة نطلع عليه، نقش هتاف البوق، وخلي يعني المشاهد الكريم كمان يطلع عليه. بالعبري مكتوب عليه من اليمين للشمال زي العربي بنقرأ، لبيت هتكعة، يعني لبيت النفخ ضرب البوق. وبعدين في كلمة مكسورة يعني مش مفهومة، فهاي الكلمة في العبري ممكن تكمل يعني بوحدة من طريقتين، أو لها خريز يعني للإعلان عن السبت يعني، أو لها فديل يعني تمييز بين المقدس والنجس. بمعنى أنه هذا المحل كان فيه محل اللي يطلع الكاهن اللي دوره ويطلع وينفخ في البوق. وحتى وجدوه في منطقة قريبة جدا من مناطق الهيكل، طبعا مع أنه انهدم الهيكل، لكن يظهر أنه كان جزء من حاجز بيمتد على طول جدار الهيكل اللي بنعرفه اليوم، قسم منه اسمه حائط المبكى. وهذا كان موقع اللي يعني سطح مساكن الكهنة، بيطلع واحد من الكهنة مساء يوم جمعة بيضرب البوق، ولما بيضرب البوق بيعلن انه قرب السبت عشان يعني يوقفوا اعمالهم على الاخر. وطبعا ساعتها بيبدا يعني الصوم ان كانوا في يوم الكفاره، وطبعا ساعتها بيكون طبعا الحرب او العيد ان كان في مناسبات اخرى. لكن التعبير جميل وبيفرجي انه هون كان مكان ضرب البوق، يعني وكأنه تصوير يعني جميل جدا لما احنا مش عم نشوفه لانه الهيكل انهد. ايوه. واللي بعديها كمان يعني مهمه لانه مذكوره في العهد الجديد. نعم. طلع لما راح شاول وبرنابا في الرحله التبشيريه لجزيرة قبرص، وصلوا لبافوس المدينة الجميلة، التقوا في الوالي سيرجيوس بولس، وهذا جميل كان أنه كان رجل فهيم مكتوب عنه في أعمال 13، والتمس أن يسمع منهم كلمة الله. وهذا الشخص يعني يظهر أنه كان عالم كمان، ظهر أنه كان مرجعيات، بيقول عنه المؤرخ بليني أنه كان يعني كاتب وشخص واعي، يعني اعتقد انه لربما قبل الايمان، ولكن النقوش اللي بنحكي عنها، هاي النقوش مكتوب عنه سيرجيوس بولس، وهذا يعني لربما في هذا النقش لما مكتوب سيرجيوس بولس ممكن يكون هذا نفسه المذكور في العهد الجديد.
إذا بتسمح لي كمان أكمل على كمان واحد مذكور بالعهد الجديد في الشريحة اللي بعدها، كمان إراستوس، عن أراستوس برضو محفور، وكأنك بتلاحظ أنه محفور وبعدين مفضى الشيء اللي حفروه فضوه، فيعني كلمة أراستوس مبينة من فوق. وهذا الشخص اللي بيسميه بولس الرسول أو بينهي فيه تعبير جميل في رسالة آخر رسالة رومية، يسلم عليكم أرستوس خازن المدينة. وطبعا إحنا بنفهم من كلمة أويكونوموس اللي هي خازن المدينة إنه هذا كان أمين صندوق أو مدبر أو وكيل إلى المدينة، شخص مسؤول محترم رفيع المستوى. ولما بيلاقوا لما بنلاقي مكتوب عليه هذا النقش اللي شفناه إسا إراستوس المشرف على الأشغال العامة، وضع هذا الرصيف، هذا هو رصيف كان معمول على نفقته الخاصة، إذن لربما هذا نفسه الشخص اللي انحكى عنه يعني بالاسم بالتحديد في نفس المكان، في يعني هو كتب رسالته من كورنثوس وهذا لقوا في كورنثوس، والشخص يعني ابن كورنثوس ومسؤول في كورنثوس. لا موجود الحجر في كورنثوس القديمة اللي بيروح بزور، يعني موجود، ما زال الحجر موجود مثل ما هو. يا تفضل أخ مكرم. نعم، إذا يعني إحنا هيك نحكي بعض شغلات اللي هي يعني بشكل سريع، إنه إحنا برضو أخذنا انتقينا عينات، يمكن أنا صغير اخترت بعض الأشياء اللي شفتها يمكن أهم، لكن إن كان شخص معني ويطلع يفحص هذا الموضوع، في مثلا أماكن كتيرة مذكور عليها محفور عليها، مثلا في مكان مكتوب عليه عمود مكتوب عليه اسم أورشليم في العبري، في نقوش على الحجارة، أختام، أعمدة. الأعمدة جميلة، مثلا بتذكر الفيلق، هذا الليجيون اللي لما ذكروا الرب يسوع الليجيو، هذا الفيلق العاشر والفيلق السادس اللي له اسم حتى في الراتا يعني الحديدي اللي وجدت فيه، وهذا كان واضح انه هاي الفيالق كانت موجوده هناك. وواحده من الشغلات بتتذكروا لما كان يقولوا مثلا ان كنت تطلق هذا فلست محبا لقيصر، هددوا لبيلاطس، فلاقوا هيك تقلي مكتوب عليها اسم الملك هيرودس ومكتوب عليه هذا اللقب محب لقيصر، فهذا كان زي لقب يعني هددوا فيه اليهود الحاكم اللي كان في هذاك الوقت بيلاطس، انه دير بالك معناته انت يعني كانك مثير قلاقل، كانك ضد قيصر. هو طبعا يعني يقصر يعني الكلام. في كمان ناووس عن سيمون بان الهيكل، ربما هذا الشخص اللي هو يعني كان واحد من الناس اللي يعني متخصصين في شيء معين في بناء الهيكل. طبعا احنا بنعرف هيكل هيرودس يعني بني في اكثر من 83 سنه، يعني لما تحدثوا مع الرب يسوع قالوا له في 46 سنه بني هذا الهيكل، ولكن هو ظل يبنوا فيه يعني خلفاء وظلوا يصلحوا فيه ل 83 سنه، وللأسف بعد 7 سنين تقريبا من إنهاء العمل بالكامل هدم سنة 70 ميلادي. احنا عمليا هيك مرقنا على شخصيات، لكن في عشرات من الشخصيات والكتابات مذكور أمور من الكتاب المقدس، من العهد الجديد، من التلموديات، من نقوش، يعني أحداث كتير مكتوبة. إن كان إحنا يعني بدنا نعمل مثل ما تفضلت ممكن نقعد كذا حلقة نحكي عنها، لكن يعني هاي نبذة وعينة هيك بنقدمها للمستمع الكريم، للمشاهد العزيز، منقول له يعني شوف وافحص بنفسك. طبعا في بداية الحلقة أخ مكرم إحنا تكلمنا عن المتشككين والباحثين، والبعض منهم يمكن بيدرس عن إخلاص، ولكن
علم الآثار أو علم النقوش والاكتشافات، وانت ذكرت عينة بشكل سريع، فإذا بتهدم نظريات المتشككين. نعم، هذا الشيء واضح تماما. أنا يعني اسمح لي أقتبس آيتين هيك أجمعهم مع بعض من الكتاب المقدس حتى تكون هي يعني علامة فارقة في قلوب ناس كتير بيدوروا ولكن مش بإخلاص. خلينا نسمع مثلا كلمة الكتاب المقدس لما بيجي بقول في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت. طيب شو مشورة الرب؟ قال الرب عظيم في المشورة وقادر في العمل. يعني مشورة الرب إن كان أنت بدك تدور عليها، دور على فكرة الرب، هل الأمور اللي عم نحكيها صحيحة أو غير صحيحة؟ الرب نفسه رح يلمس قلبك ورح يوضح لك الصح من الكذب. وهذا الشيء اللي تفضلت عليه بالفعل، يعني اكتشافات كتابات بلغات، أصالة ومصداقية الكتاب قدامنا، نصوصه إن كان يعني واحد عم يكتب عن شخص معين، بيلاطس بيبعت ل أو هيرودس بيبعت لحدا أو تيبريوس بيبعت لهيرودس، هذا معناه إنه هذا يعني إشي أوثنتيك، إشي يعني واقعي، كتب بهدف تمجيد أنفسهم أو تمجيدهم لبعضهم البعض. لكن بالنسبة لنا هذا الشيء بيدل إنه هذا مش مزيف. وطبعا لازم نلاحظ شغلة مهمة، إن كان في أسماء فيها اختلافات هذا بسبب اختلاف الحروف، طريقة اللفظ في اللغات المختلفة. يعني لما تنقل الكلمة من شخص لشخص، يعني احنا لما بنقول مثلا يعني صفا أو كيفا أو كيفا، مثلا اسم الأرامي تبع بطرس، أو بطرس لما بنقول له بيتروس في اليوناني يختلف، لكن هو نفس الاسم. يعني بطرس باليوناني، سمعان اللي هو شمعون بالعبراني. فهي النقط على الحروف يعني هي بتتغير من لغة للغة. وأنا يعني شرحت في البداية عن الاختلاف اللغوي من لغة للغة في الكتابات. فيعني حتى برضو هاي مش حجة لأي واحد متشكك، لا، إن كانك أنت متشكك افحص بحيادية وافحص من القلب، اطلب من الله يوجهك ويقول لك، هو يوجهك، هو عظيم في المشورة يشير عليك وقادر في العمل، قادر يقلب قلبك من قلب حجري مثل الحجارة اللي حكينا عنها لقلب لحمي بيحب الله وبيقبل كلام الله وبيقدر انه هو يستوعب بالفعل انه هذا إلي، مش مهم ايش خلفيتي. ان كان الله كشف لك الحق الليلي من خلال كتابات أثرية، أمين. إن كان استخدم واحد ضعيف مثلي حتى يوصل لك هذا، لأنه يعني يمكن أنت كنت بحاجة لأنه تسمعه، والرب يبارك ويفتح القلوب لمجد الرب يسوع. وحبيت يعني في الختام أنك أنت كتبت أنه علم النقوش أو علم الآثار هو علم حيادي، يعني مش مجموعة عم بتحاول تبرهن شيء عشان تثبت مثلاً نظريتها أو كتابها، ولكن هذا علم، هو علم أصلا، ساينس، علم حيادي. ولكن شاءت العناية أنه كل هذه الاكتشافات من الأسماء، من الحجارة، من النقوش، من البرد، من كل الأسماء اللي ذكرت يعني موجودة في الكتاب المقدس. وحبيت يعني مثل ما ذكرت في الختام إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. لما بتروح على كفرنحوم، بتروح على أفسس، بتروح على كورنثوس القديمة، لما بتروح على مناطق اللي فيها الحفريات والاكتشافات، فعلا بتشوف إنه الحجارة بتتكلم. أخ مكرم، في الختام يعني هيك في أكم دقيقة، احنا تكلمنا عن النقوش والأثار في العهد القديم وفي العهد الجديد، ولكن الجدير بالذكر أنه التسلسل والتناغم من القديم الأيام، الطريقة اللي كانوا مثلا الفخار اللي كان بيصنعوه أو الكتابات القديمة إلى أيام المسيح، وهذا إن دل على شيء يعني شيء متميز فريد، حتى بيوريك الحقب التاريخية والفترات الزمنية
اللي مش واحد مسؤول، لا فعلا في كذا شخص على فترات زمنية، وهذا إن دل على شيء بدل على صحة الوحي، صحة الكتاب المقدس. تفضل أخ مكرم. نعم، نشكر الله أخ نزار سيسنا الغالي. إحنا بالفعل إيماننا ما بتوقف على هاي الأمور، إيماننا قلبي ثقة كاملة في عمل المسيح على الصليب. لكن لما بنطلع على هاي الأشياء والتسلسل اللي تفضلت فيه، التسلسل التاريخي، التسلسل الحضاري، التسلسل من خلال كيف تفضلت يعني حتى أنواع من الجرار، بنقدر كيف بنعرف يعني تاريخها وكيف بتشير وطرق الكتابي، والكتابي إن هي بأساليب مختلفة مناسبة للعصر اللي كنا عم نحكي عنه في الكتاب المقدس، إن كان في العهد القديم أو العهد الجديد. كل هاي الأشياء بتظهر مصداقية الكتاب المقدس، أصالته، ال- 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 الوحي اللي كتب محفوظ، وإن كان إحنا بدنا نفحصه العلم الآثار برضو بقولنا تفضلوا، وإحنا يعني برضو من خلال النوع اللي حكينا عنه نقد النصي النصوص ومقابلتها، هذا يعني شهادة دامغة لصحة وقوة وعظمة الكتاب المقدس. في الآخر إن كان يعني إن الشخص يعني بلت فهمت شفت إنه هذا صادق، خذوا هذا لنفسك اتمتع فيه أنت، لأنه كان طلع بالآخر وكان عزيزنا قاعد عم بيسمع ويقول هذا كتابنا أحسن من كتابهم، بس بالآخر بنقول لك شو استفدت أنت من هذا الكتاب؟ أخذت رب الكتاب رب لحياتك، اتعزيت بالكتاب، الكتاب غيرك، نقلك من الموت للحياة بقوة الروح القدس، ولا مجرد أنا عرفت من الأخ مكرم اليوم ومن القسيس نزار إنه إحنا أحسن منهم؟ كمان هيك بدنا خطوة لقدام تربح حياتك الأبدية، وهذا هاي صلواتنا وهذا أمنياتنا لكل واحد من المستمعين والمشاهدين الكرام. أخ مكرم، يعني ما في كلمات أعبر فيها عن شكر العميق لشخصك وعلى كل هذه الدراسات القيمة، وأنا عارف أنك أنت بس أعطيتنا مذاق سريع في هذه الموضوعات، وأنا بصلي من كل قلب إن الله يستخدم ويستثمر الكلام اللي شرحته حتى تكون سبب بركة وخلاص لنفوس السامعين. وفي نفس الوقت أخ مكرم، إن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى في المستقبل القريب حتى تثرينا بكل المعلومات الحلوة والدراسات اللي بتقوم فيها. ربنا يكافئك وربنا يباركك، وطبعا عارف أنك كاتب كتاب أخير باللغة العبرية، عم بقول لك ترجمه للغة العربية واللغة الإنجليزية حتى يكون أكبر عدد ممكن أنه يسمع هذا التعليم الحلو. ربنا يباركك وشكرا جزيلا أخ مكرم. ربنا يباركك. شكرا، شرف لي أكون معك وكنا. حبيبي أهلا بك. وأحبائنا المشاهدين، أنا بصلي أنه هذه الحلقة كانت سبب بركة لحياتك. يمكن البعض مش معتاد أنه يسمع يمكن تعليم من هذا النوع، ولكن يعني فكر، شوف كل هالأدلة والحجج الدامغة اللي بتأكد على الكتاب المقدس، فهذا موضوع مصيري لحياتك. أصلي من كل قلبي إنك تقبل يسوع المسيح. الرب يباركك، وبحب أسمع منك، اكتب لنا بتعليقاتك حول هذا الموضوع، وإلى اللقاء.